بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالى بقى نطبق الاكسس ليست اللي احنا كتبناها من شويه، ان الويندوز 7 بلوك تو اكسس بي سي 3. هنيجي على راوتر 2 وهنكتب الايه الاكسس ليست. ادي راوتر 2، طبعا طالما فيها بروتوكول وسيرفيس يبقى زي ما قلت لك اعرف ان هي ايه اكستندد. ممكن اقول له بقى ايه اكسس ليست، احنا قلنا الاكستندد بتبدا من كام لكام، من 100 ل 199. اكسس ليست 199، اول سطر فيها ايه لوكال ماشين اللي هي دي اللي هي الاي بي بتاعها كان كام، 105 اي ثينك، 192 بلوك، سوري ديناي. ديناي ايه بقى؟ انا عايز ديناي كل حاجة ولا عايز ديناي سبيسيفيك ترافيك؟ ولا حبنا نقول احنا فين اي نقول اي الهوست مثلا؟ ماشي، ما انا هقول لك دلوقتي فكرة حوار الهوست. يبقى انا عايز الراجل ده ان هو بلوكت فروم اكسسنج دي ايه دي بي سي ثرو دي اتش تي تي بي، وهنا allow انه هي اكسس بي سي 4 اتش تي تي بي. طيب الاتش تي تي بي ده از ا بروتوكول بيشتغل اوفر تي سي بي ولا اوفر يو دي بي؟ تي سي بي. برافو عليك. يبقى انا هبلوك التي سي بي، بس مش هبلوك التي سي بي ككل، ان انت لو عملت بلوك التي سي بي اي ترافيك تاني مش اتش تي تي بي خلاص تي سي بي كله واقف. انا لازم احدد البورت نمبر معايا في الموضوع. طيب هنا انا هقول له ديناي تي سي بي. مين بقى السورس؟ قال لي السورس اللي هو فلان الفلاني اللي هو الويندوز ده، ويندوز 7. هنا بقى مطلق الحريه ليك، يا اما تكتبها بشكل هوست وتكتب 192.168.2.105، او تشيل كلمه هوست وتكتب 192.168.2.105 وتعمل الوايلد كارد اللي هو 4 اصفار. ماشي، يبقى دي ودي واحد. طيب انا دلوقتي عايز ان هو ما يروحش للبي سي 3 اللي هو الاي بي بتاعه كام هنا، 3.10. فانا هاجي برضو على الراوزر، ممكن اقول له برضو هي اما بالاربع اصفار لان انا سبيسيفيك دلوقتي 192.168 3.10 او واربع اصفار، او ان انا احط كلمه ايه وسط في البدايه. بس خلي بالك يبقى كل ترافيك لو انت ضغطت انتر على كده يبقى كل ترافيك التي سي بي من الهوست ده للهوست ده اتمنع، ولكن هنا انا محدد له ايه، لازم احدد له البورت نمبر هنا ايكوال ايه، اقول له ايكوال 80 0 او اقول له ايكوال www. دي او دي مش هتفرق. خلاص كده ده اول سطر معايا. السطر الثاني الويندوز 7 allowed to access bc4 http. ممكن اقول له بيرميت او اسيبها. ماشي، خليني اقول كمان مين عندي البلوك. بلوك all ICMP بلوك all ICMP types to anyone من للويندوز 7. هنا بقى هقول له هكرر نفس السطر هشيل تي سي بي واكتب ايه ICMP من الهوست 105. نجرب الهوست المرة دي تو اني. حلو كده، كده انا عندي كام سطر في الاكسس ليست دي؟ دو شو اي بي اكسس داش ليست. انت عندي السيكونس ده رقم السطر بتاع الاكسس ليست، سيكونس 20 ده رقم السطر الثاني في الاكسس ليست 199. يبقى ادي الاكستندد اكسس ليست 199، السطر 10 فيها
بيقول deny الهوست 205 ان هو يروح للهوست 13 عبر استخدامه للايه للبورت 80. واسمح كمان للاي سي ام بي هوست امنع الهوست 205 ان هو يروح لاي حد باستخدام بروتوكول الايه الاي سي ام بي. طيب انا لو سبت الاكسس ليست كده ايه اللي هيحصل؟ في زي ما قلت لك امبليسيت ديناي اني هتقوم موقعه الايه موقعه كل حاجه مش دول بس موقعه كل حاجه. يعني انا عندي هنا في سطر بيقول ان الراجل ده ويندوز 7 يقلاو البي سي 4 ان هو ياكسس بي سي 4. لو انا سبت الاكسس ليست كده خلاص هو اتمنع ان هو يعمل كده ويعمل كده واتمنع كمان ان هو يعمل اي حاجه ثانيه بالاضافه. طب تعالى ما نضيفش السطر ده، تعالى نطبق الاكسس ليست. لغايه هذه اللحظه الاكسس ليست دي تفضل عايمه على الراوتر، هايمه على وجهها، ملهاش اي تاثير فعلي الى ان انت تروح تحت الانترفيس اللي انت عايزها سواء دي او دي وتطبقها. الفكره ان انت لازم تعرف كويس الدايركشن اللي هيمشي الترافيك. الاكسس ليست دي او البادي جارد او البادي جارد لما يجي يقف على الراوتر في الانترفيس دي وشه يبقى الناحيه انهي ناحيه؟ انا دلوقتي ده الراجل ادي البادي جارد او الاكسس ليست 199، هنا الترافيك من الهوست دي داخل عليه ولا خارج؟ داخل عليه. يبقى ايه؟ انباوند ترافيك هيجي للانترفيس انباوند. هاجي على راوتر 2 وادخل تحت الانترفيس 01 واقول له طيب استاذ، طيب استاذ معناته الان احنا بدنا نحدد الانباوند او الـ او الاوت باوند على اساس يعني انا مثلا اذا في اللي هي الحياه العمليه لازم تكون انا عندي التوبولوجي بتاعت النتورك عندي لحتى انا اميز بين الان والاوت. هو انت هينفع تكونفيجر اي حاجه من غير ما تبقى عارف التوبولوجي رايحه فين وجايه منين؟ أكيد ما ينفعش. لازم أول حاجة تعملها أول ما تحط رجلك في أي نتورك إن أنت تفهم البنية التحتية بتاعتها مين رايح فين مين بيودي فين. فعشان أطبق هنا هقول له إيه أي بي أكسس جروب وأكتب له رقم الأكسس ليست اللي هي 199 وهنا بيقول لي حط الإيه الدايركشن بتاعك هل هي إنباوند ولا هل هي أوت باوند. أنا هقول له للإنباوند باكيت ان. اوكي كده انت عملت ايه؟ طبقت الاكسس ليست. نيجي نشوف لما انت طبقت الاكسس ليست ده على الهوست ده هل الناس دي هتقدر تطلع بره هنا؟ سؤال. لا. ليه؟ ان هو منع الدنيا كلياتها بالظبط. ديناي ان هنا هتمنع مش بس الهوست ده، لا ده هتمنع دول كمان ان هم يروحوا اي حته. انت كده ببساطه منعت كل حاجه. خلينا نشوف، هنفتح بي سي 101 مثلا ونخليه بينج على 10 13 لو بينج 9.1.6.8.3.10 ايه اللي يحصل؟ الراوتر هنا مين اللي بعت لي unreachable message؟ الراوتر بعت للراجل ده بيقول له I can't get you there، انا مش هقدر اوديك هنا ببساطة شديدة. ليه؟ ان في access list منعت الكلام ده. ازاي هتشيك الكلام ده؟ قلنا له do you show IP access list again. نلاحظ do you show. هنا بيحصل هيت عندي ان في كذا باكيت اتعمل عليها ايه
ديناي، بس هنا السطر ايه اللي عمل الهيد؟ ديناي، امبليسيت ديناي يعني، فانت مش شايف حاجه. طب تعالى نشوف الراجل ده هل هيقدر يوصل لاي حته ولا لا. احنا قلنا ان الويندوز 7 ده ممنوع ان هو ايه، ممنوع اكسس بي سي 3 صح، ومسموح ان هو ايه، بس كل حتى دي ما كتبناهاش، سيبناها فاضي ليه؟ ان المفروض ان احنا نعادلها ببرميت اني اللي المفروض نكتبها في الاخر، احنا ما كتبناش دي. بس السؤال، هل الراجل ده لما يطلع ترافيك رايح لبي سي 3 هل الراوتر هيرصدها ويحط لي هيت عليها هنا ويقول لي انا رصدت باكت عملت ماتش على السطر الاول ولا لا؟ تعال نشوف ونخلي الويندوز ماشين ده ياكسس مره تانية البتاع ده. نعمل حتى ريفريش او ناخد الاي بي كوبي. نلاحظ ان في ايه، لودينج ومفيش اي حاجه. نيجي نرجع تاني دو شو اي بي اكسس ليست، بص كده يقول لك حصل هيت، الترافيك اللي دخل ده من البي سي ده عمل ماتش مع اول سطر في الاكسس ليست 199. كام باكت؟ 6 باكت. 6 باكت انت ما كنتش شايف الاول لان الباكت خبطت في مين، في الامبليسيت ديناي اني اللي هي مش مكتوبه. فهمت عليك. طيب تعال نكتب البرميت اني ونشوف التأثير. اقول له اكسس ليست 199 اي حاجه غير اللي انا حددتهم لك، اكسس ليست 99 بيرميت اي بي، اي حاجه فيها اي بي ادرس من اني سورس لاني ديستنيشن شغلها اقبلها، يصبح الاسطر بتاعت الاكسس ليست كالتالي. عندي سطر بيديناي الراجل ده، سطر بيديناي الراجل ده اللي هو يروح يبنج لأي حاجة، وسطر سامح لأي حاجة. طب سؤال، هل الراجل ده يبنج دلوقتي؟ أنا منعت عنه البنج لأي حتة، على خليه يبنج. أول حاجة خلينا نتست إن هو معمول له حظر من بي سي 3 لكن يقدر يدخل بي سي 4. بي سي 4 كان 24 باين 4.20. وشكله مش 24. هو انت استاذ انت مسوي له كمان ديناي، يعني انت ما انت مو سامح له انه الاول ولا ال 24. فين فين؟ قلت له allow access PC 4. allow بس انت بس انت مو كاتب له اياها براوتر 2 ولا اخر سطر، يعني هي ما هو اخر سطر معنا. اخر سطر ايوه اخر سطر. بيرميت اي بي اني اني هو منع 2 ل 3، المفروض 4 ده ماليش دعوه بيه. ما هو لسه يعني عم بيعمل هيت، يمكن لسه ما وصل له. دي مشكلة في البراوزر ربما، في الكونكشن. بنق عليه انه كبنج. ما احنا مانعين البنج. اتمنى البنج صح. اتمنى البنج. وين وين؟ سؤال هو لحظة لحظة لحظة، هل أربعة، ما أنا عارف أربعة على اتنين أو تلاتين. شو أي بي أوت؟ ما عارف. طيب الآن أستاذ، الآن أستاذ بدي أسألك سؤال.
ما دامك انت مانع البنج صح؟ مانع البنج انت. طب انا لما بدي انا امنع البنج، طب انا كيف راح اوصل له اذا انا اصلا مانع البنج؟ ايوه انت مانع البنج، بس في اي ترافيك تاني مسموح له، اه في اي ترافيك تاني مسموح له. اي ترافيك تاني مسموح له. اوكي، ليه هنا مش عايز يوصل لأربعة؟ ايه ممكن يبقى السبب؟ هل احنا لو شلنا الاكسس ليست هل هتأثر عليا والراجل ده يقدر يروح؟ انت براوتر 4 مفعل ال HTTP؟ I think ممكن ال I'm 4 good انت boy. مش مفعل ال HTTP. Show run section HTTP. Good point يا مستر اي. دي بتاعت ال TS1 هي تيكت 9. يا كده اشتغل اهو. جود بوينت، حبك وانت صاحي. يبقى كده الراجل ده عدى. اوكي، ما وات ايفر، ان هو بس وصلني انه او خلاص وصل عدى يعني عمل انيشيشن بالضبط، لانه انت لسه ما عمل له يوزر نيم وباسورد. تقي ادمن سيسكو، ما عمل ما علينا. المهم ان هو بيأكسس هناك. هل يقدر يبنج اي حتة الراجل ده؟ هو اي حتى، لا لانه انت مانع عنه احنا منعنا ولا البنج لا لاي حتة. نعم انت اهو، منعت اي حتى بلوك اول دي اي سي ام بي تايب تو اني ون. صح، يبقى فما هل لازم هو يسيب لاي حتى. هل هيقدر يبنج الجيت واي؟ قال لك الجيت واي انا مش هقدر ابنج، حتى الجيت واي كويس بتاعتي منع عنها البنج، ممتاز. يبقى الاكسس ليست منعت البنج. طب الهيت ده حصل على انهي سطر؟ لو جينا الراوتر 2 يو شو اي بي اكسس ليست، حصل على السطر الثاني اللي بيديناي الايه، الاي سي ام بي مسج او الاي سي ام بي ممتاز باكيت. ممتاز. طبعا طالما هو منعك عن الجيت واي نفسها بتاعته، دي هنا طالما منعك ان هو ترد عليك، اكيد هيمنعك عندي. بس خلينا نشوف. صح، بينج 3 دوت كام؟ 3 دوت 5 ان ريتش. مين اللي بيرد عليا بيقول لي ان ريتش؟ 2 دوت 1 اللي هو مين؟ الجيت واي الجيتوي بتاعتي. الجيتوي 4 دوت 20 برضه هيبقى نفس الايه، نفس الكلام. نفس النظام. 2 دوت 1 بيقول لي ان ريتش. لو لاحظت ان هتلاقي عدد الباكيتس تم ارتفاع، يعني تم ارتفاع عدد زاد الباكيتس اللي بتماتش على نعم السطر ده، ادي 12 باكيت. ماشي. تمام. السؤال، خلي بالك ان 10 20 30 ده سيكونس ماشي يعني متوالية عددية، 10 20 30 40. لو انت عايز تكتب سطر في النص هينفع؟ عادي صيرا لو انت قلت له اكسس ليست وحطيت سطر هياخد باي ديفولت 40. قال لي في الحالة دي ادخل جوه الاكسس ليست واكتب الرقم اللي انت عايزه ان بتوين، وفي الحالة دي اتطبق. تقريبا كده هنقول له اي بي اكسس ليست اكستندد 199 انتر. كده انت جوه. ممكن نحط سطر في النص. لو انت ما عملتش الموضوع بالشكل ده كل اكسس ليست دي هتتهد على دماغنا، مش هتشتغل، هيحصل بروبلم. تمام. وفي نفس الوقت السطر اللي هتكتبه ما يخلش بالبنيه بتاعت الاكسس ليست. اقول ما بين 10 و20 انا هدي نوعي تي اف تي بي مثلا من الهوست 105 لاي حد، بس انا هقول له 5 ديناي
تي سي بي من الهوست 105 و اني ايكوال 21. لما بدو شو اي بي اكسس ليست اجين، خلي بالك هو رصد لي 5 هنا، 5 بقت فوق ال 10 كده، الصدر ده كتبه فوق. طب لو عايز احط الصدر ما بين 10 و20 ببساطه ادي له سيكونس في النص. لو عايز تلغيه مش لازم تكتب الصدر كله، قول له نو 5. نو 5 هو كده شال الصدر كله برمته. طيب خلاص خليه 15 واكتبه تاني، هتلاقيه ايه دخل في النص ما بين 10 و20. This is how you do it. Okay. يبقى ده بالنسبة لهنا للايه للاول جزء في الاكسس ليست. يبقى عملنا بلوك لبي سي 3، عملنا بيرميت لبي سي 4، وعملنا بلوك لاول دي اي سي ام بي تايبس. الراجل التاني على نفس الاكسس ليست مش هغيرها، بيقول لي الويندوز ايمن الراجل التاني ده قال له الاي سي ام بي فور اني وان بلوك دي اتش تي بي فور اني وان تو اني وان. المفروض ان اكتب ايه بقى؟ مليني هو راوتر 2. ها خلينا نكتب السيكونس، نسكيب 40 نكتب 50 على طول. ينفع اكتب ديناي هنا بعد ما عملت ديناي اني اني لو. طيب انا كنت بسألك سؤال قبل انت ما الخط يروح وتجيب سؤالك. عايز اقول كنا عايزين نطبق دي ان هو يقلعوا الاي سي ام بي فور للجهاز ده بتاع ايمن فور اني وان ويبلوك الاتش تي تي بي فور اني وان. المفروض اكتب الصدرين دول ازاي من وجهة نظرك؟ وبعدين هرجع لسؤالك. انا راوتر 2 عندي السطور بتاعتي، انا عايز الراجل ده ان هو يقلعوا الاي سي ام بي تو اني وان. ازاي اكتبها؟ انت عندك في سطر 20، لو انت كتبت السطر 40 هنا جديد وقلت له اسمح للراجل ده يعني هيعدي؟ هيعدي؟ لا هذا انت بدك تحطه بين ال 20 وال 30. هنا تريكي، يعني اللي هيشوف الفيديو هيقول انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ ما انت في السطر 20، في السطر 20 عامل ديناي للسبيسيفيك هوست. صحيح. وبعدين بيرميت اي بي اني اني، فانت الراجل ده هو طبيعي هيبرميت الاي سي ام بي لاي حد. صح. مفيش مشكله. يعني السطر ده اوريدي بيماتش معاك. صح. طيب السطر التاني خلاص اي دونت كير اباوت ذس وان، خلينا نكير اباوت ذس وان بلوك دي اتش تي تي بي تو اني وان. الراجل ده واي بي هو يقع في الحته دي. صح. هو بيرميت اي بي ان اني وانا اي. صح. حد انا من عامه الناس اي حد. صح. انت لو جيت دلوقتي كتبت 40 ديناي الاتش تي تي بي لاني وان هل هتشتغل؟ مش هتشتغل، لان هتاخد سيكونس 40 والماتش والهيت هيحصل على 30، فكانها ولا لها اي لازمه. فلازم ادخل السيكونس بتاع ايمن فين؟ ما بين 10 و30 او ما بين 15 و20. في الحاله دي ايه؟ تشتغل معايا. اوكي انا عايز الراجل ده ممنوع يدخل اتش تي تي بي عند اي حد، يبقى احط السطر ما بين 10 او 15 و20، بس يبقى دايما قبل 30، لان السطر ده لو بقى بعده خلاص ده اللي هياخد الافكت. لان ده مور جنرال، ما ينفعش تحط مور سبيسيفيك بعد ايه مور جنرال، لازم تحط المور سبيسيفيك قبل المور جنرال. متفقين؟ حلو.
ممكن. الاي بي بتاع الراجل ده كان كام؟ كان تقريبا 210. فانا هقول له وليكن مثلا 25 دي ناي تي سي بي من الهوست 192.168.110 لفين لإني إيكوال كام؟ 80. يبقى دو شو اي بي اكسس ليست، يبقى تم انسيرت او انسيرشن او ادراج السطر ده ما بين 20 و30، اللي بيقول ديناي ان الراجل ده ياكسس اي حد. تعال نشوف في البي سي ايمن مسموح له يبنج اي حته، مسموح له ياكسس اتش تي تي بي اي حته. نشوف كان بياكسس زمان الاي بي ده، دلوقتي اللي هيحصل ممنوع. راح يأكسس. احنا ممنوع، ما هو انت دلوقتي انت ممنوع تاكسس اتش تي بي لاي حد. صح. هادي المفروض ان السطر اللي مكتوب ده هيحصل عليه هيت، او 12 باكيت حصل عليها هيت. طب هل احنا قلنا ان هو مسموح له يبنج اي حد صح؟ صح. لو جينا هنا على الاي سي ام بي لان في ايه ريبلاي، الريبلاي ده حصل ماتش مع انهي سطر؟ اخر سطر. آخر واحد. خلاص يبقى دي فكره هنا الاكستندد والستاندرد. احنا شغالين اكستندد لغايه دلوقتي نعم. ماشي. طيب هو انا كان مثلا هي السؤال انه مثلا بين لا السطر اقول العاشر، اقول اه السؤال صح. لو كان بين السطر العاشر وال15، انه اقول له مثلا للهوست اللي هو ال105 اللي هو الويندوز، قال له مثلا انه مثلا بنق على بي سي 4 بين العشرة وال15 بيرمت، يعني هل بده يصير هيك ولا انه راح عايزه يبرمت البي سي بيرمت؟ 110 ايوه. يبنج البي سي 4. اه لا لا هيبنج. لا لا لا، انا قصدي انه ال105 يساوي بنج للبي سي 4، يعني 105 يعمل بنج، لانه انت قلت له ممنوع انه انت تعمل بنج لاي يعني حد. ايوه او مثلا لو لاي حد. لو رحت انا قبلها قلت له مسموح لك فلان الفلاني وبعدين ايوه ممنوع عنك اي حد، يسمح لك لفلان الفلاني ويمنع بعد كده اي حد. يعني هو ما ينفع انه انت مثلا تعمل مثلا ديناي بيرميت ديناي بيرميت، ما بصير انه انت لا تعمل لا هيك لا لا، ده زي الشغلات ما يعني. قلت لك القاعدة اللي تيجي في دماغك لما تيجي تتعامل مع الاكسس ليست، ان تبقى في الاول مور سبيسيفيك، تقول مين يروح لمين ومين ممنوع عن بعدين مين، وبعدين ايه يقول لي خليك بالضبط. جنرال بقى، خليك يا اما ديناي اني يا بيرميت اني براحتك. فهمت عليك، فهمت عليك، خلاص. تمام. السؤال دلوقتي هو انا كنت بلوك ايمن من الاتش تي تي بي لاني وان، انا ببساطه منعت التي سي بي بالبورت بتاعته اللي هي 80. لو جيت فعلت الاتش تي تي بي اس يشتغل؟ لو جينا على طيب هو راوتر اس بي سي 3 هنا، قول سؤال. هو لا هو تقريبا ما راح يصير، لانه الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس مو على نفس البورت اللي هو اي تي. لا ال HTTP على بورت 80،
ال HTTPS على بورت 443، وانا اقول له IP HTTP secure server بيكريت لي ال RSA على 4. طيب نخش، هو طبعا كان ممنوع 3 في الأول، ممنوع 3 وما زال ممنوع 3 لأن طالما ما فيش علامة ال HTTPS هنا يبقى ايه؟ وثلاثة خمسة ولا ثلاثة عشر؟ ثلاثة عشر اشتغل اهو. طبعا الرسالة دي عشان موضوع السيرتيفيكت. يبقى البورت 443 عادي مفتوحة لأن في الأكسس ليست حصل لها ماتش مع آخر سطر والبرميت اي بي هنا. طيب ده كان مثال الاكستندد. تعالى ناخد مثال على الستاندرد اكسس ليست. قلنا الستاندرد دي بتوضع فين؟ أقرب حاجة للإيه؟ للسورس ولا للديستنيشن؟ للديستنيشن. للديستنيشن. ليه؟ لاني لو ببساطه شديده قلت اني انا عايز امنع الشبكه دي ككل بس ما حددتش مين اللي انا همنعه عنها، فلو جيت للراوتر ده قلت له امنع لي الشبكه دي يبقى هيمنع الشبكه دي ان هي تروح اي حته، هنا وهنا وهنا وفي كل حته. لكن انا عايز امنع الشبكه دي مثلا ان هي تيجي هنا، فانا هاجي على الراوتر ده اللي هو اقرب للديستنيشن اللي انا عايز امنعه عنها واحط الاكسس ليست. هقول لاروان لما يجي لك اي حد من الشبكه 2 اضربه بالنار، فبالتالي هاجي على راوتر 1. احنا قلنا الاكسس ليست الستاندرد من 1 ل 99، او ممكن نكتبها بالشكل الايه، بشكل النيم. اقول له اي بي access list ونسميها standard، نديله اسم ونقول له from site 1 استاذ هنا يعني ايه في تحت عندك standard IP access list number expanded range؟ كيف هذا لو عايز expanded ده اللي هو اللي بعد بعد ال 1099 من 1 ل 99، ده اللي هو ايه؟ ستاندرد. طب واللي بعد 99 نفترض ان انا عايز اعلى من الرينج ده، ممكن تستخدم الارقام دي برضو بتدل على الستاندرد اكسس ليست. نفس بنفس الكونسبت بنفس الامبلمنتيشن بتاعه. حلو. اوكي؟ فانا هقول له هنا ايه؟ ديناي. ديناي مين بقى؟ ديناي الشبكه ولا الهوست؟ انا هديناي الشبكه كلها. 192.168.2 deny 192.168.2.0 والوايلد كارد بتاعها اللي هي سلاش 24. ماشي. طيب لو قلت الراوتر 1 deny الشبكه دي وسكت يبقى هي deny كل حاجه، لازم اعادل الامبليسيت deny اللي مخفيه اللي موجوده واقول له ايه في الاخر بيرميت اني. هلا استاذ ممكن الاكسس ليست تطبق على انترفيس فيلان او على لوك باك انترفيس، يعني مش شرط على انترفيس طبعا عادي. ولو انت هتطبقها على مستوى الفيلان دي بيقولوا عليها الفاكل فيلان اكسس ليست، او عايز تطبقها على مستوى بورت في السويتش بيقولوا عليها الباكل بورت اكسس ليست.
دول راح نوصل لهم ان شاء الله يعني في اللاير 2 لما نيجي نتكلم على اللاير 2 والفيلان هنتكلم ان على شاء الله السكيورتي والفيلان، نتكلم على الاكسس ان شاء الله. زي ما قلنا كده احنا كريتنا الاكسس ليست، بس ما زال ان احنا نضعها في الانترفيس بتاعتها. ممكن احطها هنا ان، ممكن احطها هنا ايه اوت، لان الترافيك جاي هيدخل هنا. لو ما حطيتهاش هنا عايز احطها هنا، يبقى الترافيك دخل الراوتر وهيخرج، يبقى اوت. تبقى سبيسيفيك في الحته دي، تبقى عارف هتعمل ايه. فانا هقول له على راوتر 1 interface is 00 IP access group اسمها ايه بقى الاكسس ليست دي، اسمها from site 1 inbound. كده انا ايه طبقت الاكسس ليست. تعالى ندي للراجل ده ادرس عشان نتست. Interface E zero zero. نحاول نبينج نشوف راوتر 1 الجيت واي مظبوط ولا لا. دي شو اي بي انترفيس بريف 111 مظبوط. تعال بقى نبينج من اي هوست في الحته دي. المفروض ان انا البينج ممنوع، تعال نبينج من هنا هتلاقي مش ممنوع. ادي الهوست بتاعنا بينج 168.111. بس الاول هل راوتر 2 يعرف الشبكة 111؟ تعال نبص في الراوتينج تيبل قبل ما نتست. شو اي بي راوت ما يعرفش 111، يبقى نعلن عنها في الياجر بي اللي عبتنل راوتر 1 راوتر ياجر بي 1 نتورك 192.168.11 نشوف كده اتنين شافها ولا لا. كده شافها. تعال بقى نبينج من اي بي سي، مثلا بي سي 101 بينج المفروض يحصل ايه؟ خلي بالك ان البي سي ده تقريبا ممنوع عنه البينج لأي حد. خلينا نبينج من 202 وانا مانع الشبكة كلها تقريبا. هو ليه مش مطلع لي unreachable message؟ لاني الاكسس ليست موضوعه هنا، انت بالتالي مش اي حد في دول مش هيقدر يبنج هنا. تعالى بي سي 3 هنا يبنج ولا ما يبنجش نشوف. واضح ان في عندي مشكلة في الكونكشن. هل راوتر 3 شايف الشبكة؟ شو اي بي راوت يا جار بي شايف اوريدي الشبكة 111. بينج مشكلة الهوست ده واحد بيبينج
بي سي 3 او واحد بي بنج 202 اللي كنا فاتحينه من شوية. احنا نسينا من انيبل الانترفيس ولا ايه؟ 101 بينج بي بينج المفروض يبينج الراوتر نفسه. في مشكلة عندي هنا. شوف الهوست والمشين destination host unreachable. مين اللي بيرد عليا؟ 2-1. طيب هل البي سي التاني بيبنج؟ بي سي ده بيبينج ازاي؟ بيبينج واحنا قلنا له هنا على راوتر 1 امنع اي حد من الشبكة 2. ازاي عمل كده؟ طيب ما يكون انت بدك تحطه اوت اوت ازاي والانترفيس دي؟ ها هل سؤال يعني سؤال دلوقتي لو انت جاوبت عليه ليك جايزة. قول لي الناس اللي بتشوف الفيديو بعد كده ليه الراجل ده بيبينج مع ان احنا منعنا الاكسس ليست، حطينا اكسس ليست تمنع الشبكه دي تما ان هي تاكسس هنا. نتاكسس هنا لانه انت طيب يعني اكيد كل الناس بتفكر دلوقتي في الفيديو. خلي بالك احنا قلنا اي بي اكسس جروب على اي 00، بس هل اي 00 هي involved في الموضوع ولا في اصلا تانل دايناميك في بي ان قايم عليها وفي انترفيس تانل قايم عليها واللي المفروض نحط عليها الاي بي اكسس جروب على التانل مش على الفيزيكال؟ مظبوط نحط الاكسس جروب على التانل. لو على فكره اي 00 مش واخده ادرس، يعني اي 00 مش واخده اي بي نفس، حتى اللي واخد ادرس اللي فوق من الاي 00 اللي هو الدايلر، لان احنا شغالين هنا تريبل بي او اي، فالانترفيس دي اصلا مش واخده اي بي، الدايلر اللي واخد اي بي. فانت برضو يعني عايز تطبق الاكسس ليست على التانل اللي هو رابط السايتس دي ببعض. فلو جينا على راوتر 1 قلت له دو شو ران انترفيس 00 هنلاقي ان الاكسس ليست موجوده فين؟ فين اكسس؟ اهو ما عملتش ولا اي بتنجان ولا اي حاجه. لكن لما نقول له انترفيس تانل زيرو ونطبق هنا الاكسس ليست يبقى دلوقتي تاخد الافكت. مين كان بيبينج من شويه؟ الراجل ده كان بيبينج. ايوه الراجل ده منع عنه البينج بي سي 3. اي حد تاني هتلاقي الدنيا شغاله معاه. unreachable message. اوكي ممتاز. دي فكرة الستاندرد. يبقى هي اقرب لمين؟ اقرب لل destination. الاكستندد اقرب للسورس. الاكستندد بنماتش على السورس ادرس، destination ادرس، سورس بورد، destination بورد، وتماتش على نوع البروتوكول. طبعا الحدوتة قد تطول وتطول، لكن يعني يكفينا في الوقت ده ان احنا عملنا ديمونستريشن سريعه على الاكسس كنترول ليست. نتكلم بعد كده على البريفكس ليست. بريفكس ليست، وعشان نتكلم على البريفكس ليست لازم اربطها مع بعض في الراوت ماب. يعني البريفكس ليست والراوت ماب تبقى نقطه واحده في الشرح. خلينا نخليها فيديو لوحدها. ماشي.